عالم الصحة وخصيصا عند الأطفال. تختلف الآراء حول أسباب انتشار البدانة عند الأطفال بشكل كبير في الآونة الأخيرة في العالم، ما بين أسباب مرضية وأنماط الحياة التي يعيشها الأطفال. اليوم رح نحكي عن البدانة وأسبابها وما هي الطرق العلاج مع أخصائي غدد السم والسكري عند الأطفال الدكتور أسد إبراهيم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح خير لكم وللمشاهدين. يسعد صباحك دكتور. دائما نحن بفقرات صباحنا غير لنا حصة بفقرة الصحة يلي كتار بينطروها وبيحبوا يسمعوا الطبيب شو بيعطي نصائح وشو بيحكي معلومات. مثل ما منلاحظ بفترة معينة الأطفال طبعا بعد ما هيك يفوتوا على الروضة بالأربع سنين وأحيانا بيبين قبل بيعانوا من البدانة والأهالي بتلاحظ عليهم هيك احيانا ما بيرجعوا لسبب معين كونه سبب علمي ممكن يشرح لهم اياه الطبيب، احيانا بيعزوا الموضوع للغذاء للوراثه، ولكن عده اسباب تؤدي الى البدانه. خلينا بالبدايه نحكي امر شائع صار وما هو ما هي الاسباب. طبعا بالبدايه زاد الاهتمام كثيرا بالاونه الاخيره عن البدانه لانه في الاحصائيات كانت تشير لارقام متزايده. حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه بال 2025 حيكون عندنا حوالي 70 مليون طفل بدين بيدخلوا ضمن تعريف البدانه. طبعا بالعصر الحديث اسباب انتشارها او زيادتها وزياده الاهتمام فيها ممكن هو تغير نمط الحياه، خلينا مقارنه مع الايام السابقه. نمط الحياه الحديث اللي فيه وجبات كمياتها اقل لكن سعرات حراريه كبيره. خاصة الوجبات الجاهزة، بعض المشروبات اللي فيها مخزون عالي من الطاقة، قلة النشاط البدني مع انتشار خلينا نقول التلفزيون وسائل الموبايل اللابتوب، هاي الأمور اللي ما بتستهلك طاقة، وبالتالي عدم التوازن بين صرف الطاقة وبين استهلاك الطاقة أدى لازدياد وتفاقم بالعصر الحديث. طبعا نحن بشكل رئيسي كتعريف خلينا نقول ننطلق من انه امتى بقول انا عن طفل انه بدين. احيانا ممكن الاهل يكون في مبالغه بهذا الموضوع او حتى بالمدرسه انه يطلعوا بالطفل يقولوا في انه هذا الطفل بدين، لا نحن عندنا معايير بنستند عليها بالتعريف اللي هي مشعر كتله الجسم او البادي ماس اندكس اللي عند الاطفال يحسب بقياس بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. عند الأطفال مو مثل الكبار ما في رقم ثابت لأنه الطفل هو بمرحلة نمو وهذا النمو حيزيد وزنه إجباري وحيزيد طوله بشكل صحيح. مترافق. فنحن ما بناخذ مثل الكبار، عند الكبار يعني مشعر كتلة الجسم أكثر من 30 هو بداني، بين 27 و 30 هي وزن زائد. عند الأطفال في مخططات نمو خاصة لهذا الموضوع بتخلينا أول شيء الخطوة الأولى نقيم أنه فعلا الطفل بدين، بعدها ننتقل لمرحلة دراسة الأسباب البدانة. طيب هلا إذا الأم عرفت وتأكدت إنه طفلة بدين، طبعا. شو هي الخطوات اللي ممكن تعملها مع ابنها ليقدر يحصل على الجسم أو طبعا. الوزن المثالي بدايته؟ هلا الخطوة الأولى هي الاستشارة الطبية حتى نشوف يا ترى في سبب مرضي وراء البدانة، لأنه نحن مو كل بدانة هي بدانة ناجمة عن العادات الغذائية، في عندنا أسباب مرضية للبدانة. الأسباب الوراثية شو رأيك؟ تماما، هلا من ضمن الأسباب المرضية بيدخل العامل الوراثي. نحن إذا أخذنا كمفهوم أنه كأسباب عندنا البدانة الناجمة عن زيادة الوارد، وهون بيلعب الاستعداد العائلي أو الأسباب الوراثية دور. نلاقي كثير عائلات عندهم ميل، يعني أحيانا بيجينا طفل تلاقي الأم عاملة قص معدي، الأب عامل قص معدي، معناتها في مشكلة وراثية. طبعا تحديدا أنه نحدد سبب وراثي واضح أو مشكلة بجين معين واضح للبدانة، في كتير دراسات عن هذا الموضوع، ممكن يكون له علاقة بالنسيج الشحمي، ممكن بهرمون الشبع، كتير أسباب ممكن تفسر الموضوع. الخطوة الأولى من جهة الأب أنه نميز يا ترى مثل ما حكينا هذا سبب مرضي. أسباب المرضية كتير نحن طبيا لازم ننفيها، من ضمن المشاكل الغدية مثل قصور الدرق بيعمل بدانة مع نقص قصر قامي عند الأطفال، عندنا متلازمة كوشينج الناجمة عن زيادة إفراز الكورتيزول بأسباب المختلفة سواء المرضية أو الدوائية. يعني إذا الطفل عم ياخد أدوية، في أدوية كتير ممكن تزيد الوزن وتفتح الشهية، مضادات الاكتئاب، الأدوية النفسية كتير كمان ممكن تسبب. في عنا عند البنات بسن اليافعين المبيض متعدد الكيسات، الاضطرابات الاستقلابية، كلها من الأسباب المرضية التي يجب أن يتعامل الطبيب بها. إذا نفينا الأسباب المرضية منكون أمام البدانة الأساسية، البدانة الأساسية اللي جزء منها يعود لأسباب وراثية طبعا.
تمام. نعم، يعني دكتور يمكن عم تشمل معلومات عامة ومفيدة جدا، ولكن يغفلوا أحيانا الأمهات والأهالي عن هذا الموضوع، يقولوا يلا بنعمل له دايت، بنخفف له أكل، بنلغي له البطاطا، بيحرموا للطفل من عدة أكلات ويمكن حرام هو، بصير عقوبة للطفل تماما، ما بيكون سببها الأكل. قديش مهم أنه الأم تنتبه لمسألة مراجعة الطبيب واستشارة الطبيب دون الاجتهادات الشخصية اللي كثير من العالم بيقوموا فيها وبيعملوا حالة أكيد. سلبية تمام. أكثر مما هي تمام. عليه أو مشكلة تماما. نحن عند الطفل كثير بنتجنب موضوع نجعل أوقات الطعام هي أوقات للعقاب، سواء كان عنده زيادة وزن أو نقص وزن. فمثل ما حكينا الخطوة الأولى ننفي الأسباب المرضية. هلا الخطوة الثانية صار في تعاون بين الأهل، بين المدرسة، بين الطبيب، حتى نعيد تأهيل النظام حياة الطفل. طبعا نعيد تأهيل نظام حياة العائلة جميعا، ما فينا نحن نخصص نظام غذائي للطفل يشعر أنه هو معاقب. بكل الأحوال الطفل هذا عم يتعرض كمان حتى بالمدرسة لمشاكل مثل ما بنحكي نحن التنمر النفسية، عم يتعرض لأحيانا لوحظ ترافق بين البداني والاكتئاب، أنه الطفل هذا عم ينسحب هو تدريجيا من المهارات أو من النشاطات. ليه؟ لأنه بصير عنده خلل بتقييم ذاته، نظرة رفقاته أنه أنت جسمك غريب ليش هيك. فهذا الشيء بيعرضه مثل ما حكينا للتنمر، بيعرضه لصعوبات تعلم. دائما الأهل أحيانا بيكونوا مستعجلين للنتائج، أنه الطفل عنده أوكي رحنا راجعنا الطبيب، في عنا زيادة وزن، في عنا بداني، بدنا نشتغل مع بعض، ما انه نحن باسبوع راح نخسر الوزن. ما ننسى انه الطفل هو بمرحله نمو سريع، وبالتالي هو بحاجه لينمى بالنسبه للطول، وبالتالي لازم يزيد بالوزن، بس نحن لازم نضبط هاي الزياده. تمام، بس عم يزيدوا بطريقه كثير كبيره دكتور، فالام ما عم تعرف اذا هذا الصحه الزايده حتروح اذا كبر او لا، يعني خلينا بدنا نحكي عن هذا الموضوع لكل حدا عم يتابعنا، كيف ممكن الام تبلش بنظام غذائي، وكيف كمان الاهل بياثروا على نفسيه الطفل، يوم يقولوا له انت سمين وانت تمام. كذا، كمان يتنمروا كمان هن على الطفل تماما مقارنه مع الاخوه، وقديش هذا الشيء بياثر عليه كمان وما بيقدر ينحف يحصل على الوزن المثالي. خلينا نحكي هدول ثلاث نقاط. تماما، هلا مثل ما حكينا دور العائله هو الاساسي، فنحن التعديل اولا تعديل لنظام حياه العائله، يعني لازم نشجع النظام الغذائي الصحي لكل افراد العائله، نبتعد مثلا عن الوجبات السريعه، نبتعد عن تناول الطعام خارج المنزل، نشجع الطفل، اي مجهود بيبذله الطفل هو مجهود جيد. ما فينا نحن مثل الكبير نقول له لازم باسبوع او بشهر تخسر 7 كيلو، ممكن هو يعمل انه قدام اهله هو عامل دايت بس يخبي اكل لما بنكسب ثقه تمام مثلا، هي كمان مشكله. هلا من هون اهميه الشرح الجيد للطفل، خاصه تمام. اذا كان بسن يقبل هذا الموضوع، اي موقف عدائي او محاوله دائما القاء اللوم على الطفل، تعنيف الطفل، العقاب، هذا رح يعطي مفعول عكسي عند الطفل ورده فعل انه يصير يسرق من برا او يخبي. لا بالعكس، نحن بنقول النظام الغذائي كلياتنا عم ناكله هيك بالعائله، انت واخواتك والاب والام، وهذا الشيء صحي، لانه البداني هلا رح تستمر اذا ما عالجنا، هلا رح تستمر للكهول من جهه، نفهمه على مخاطر البداني بالمستقبل صحيح. على موضوع السكري نمط 2، على موضوع الضغط، كل هاي الامور. النقطه الثانيه التشجيع والاستمراريه، ما بيصير انه انا مثلا اليوم لعبت رياضه ساعتين بعدين اسبوع، لا، في شيء نظام حياتي يومي، انه المشي اليومي، نحن رياضه غير مجهده لكن منتظمه، وارد غذائي منتظم، مواعيد نوم ثابته، مواعيد وجبات، ما تكون الوجبات امتى ما بده، وجبات للعائله. كثير لاحظوا انه لما تكون العائله كلها على الطاوله بصير في تخصيص، خلينا نسميه، للكميات لكل طفل، بصير في احترام لهذا الموضوع، غير لما بياكل كل شخص لوحده. طبعا تماما، يمكن نقطة كمان أشرت عليها دكتور كثير مهمة هي السناك، اللي السناكات اللي بياكلوها بين الأكل، وخاصة الشيبس والشوكولا، إنه نعطيه هذا الوقت ولكن مو على راحته، أو يشتري، لأنه كثير أولاد بدنا نشتري. في دور للمدرسة، في كثير مجتمعات ركزت على دور المدرسة لما بيكون كل شيء متاح بالمدرسة. قصدك البوفيه تبع المدرسة اللي فيها كل الأكلات. نحن ندرس إنه شو عم نقدم للأطفال بالمدارس، صح، لأنه كمان عم يقدموا أمور سواء وجبات سريعة أبداً. تماماً، إنه ممكن تزيد من هون صحيح. أحد الأسباب انتشار البداني كمان. دكتور أيضاً في فكرة كمان الأهل يمكن ما بينتبهوا لبينبسطوا إنه ابنهم عجوج، أو مثلاً إنه خلقان هو هيك، ولكن
في مؤشرات دائما معينة للحالة المرضية. خلينا نعطي الأمهات اللي عم يتابعونا بعض المؤشرات لياخذوا طفلهم عند الطبيب ويعرفوا هذا الموضوع عجعجة ولا خاصة بموضوع الرضع عند الأطفال اللي أعمارهم أقل من عمر سنتين. أحيانا كثير الأهل بيكونوا ساعدين وعم يبالغوا بتغذية الطفل. دائما النصيحة الطبية هي الأساس. نحن في عنا مخططات نمو، بنراقب فعلا الطفل كيف عم يزيد. في مشعرات لازم تكون الوزن ضمن حدود، خلينا نقول طول. الوزن والطول طبعا، أي بدانة أو أي زيادة وزن غير مترافقة مع زيادة الطول يجب أنه تثير الانتباه وتستدعي البحث عن أسباب مرضية. أي سلوك شره للطعام نحن بنسميه، في أطفال بأعمار صغيرة البدء الباكر جدا للبدانة كمان ممكن يخفي أو يوجه لأسباب وراثية أو متلازمات في أمراض ممكن ما ذكرناها، أمراض بتترافق مع تشوهات أو خلل بمركز الشبع، فهي كمان لازم ينتبهوا عليها. فبهمنا نحن النمو المتناسق، تناسق الجسم، زيادة الوزن وزيادة الطول، أي خلل بأي مشعر لازم ننتبه ونراجع أخصائي بهذا الموضوع. أكيد أكيد دكتور، كمان في عنا أطفال ما بيردوا مثل ما حكيت أنا أبدا على أهلهم، فالأهل بيتركوهم كمان أكثر وأكثر ليلجأوا مثلا لقص المعدة. خلينا نحكي عن الأضرار، يعني هن بعمر صغير بصيروا يعني يحطوا هاي الفكرة براسهم أنه خلص كول بس أكبر بس تكبر بتقص معدتك أو مدري شو بتعمل عملية ثانية وخلصنا. خلينا نحكي على الأضرار، يعني ما تتركوا لوزن طبعا أكيد كتير. نحن الأطفال البداني عند الأطفال هي عامل، يعني الطفل البدين هو غالبا راح يستمر بدين بالمستقبل. صحيح. البداني لما عم تستمر على فترة طويلة عم تأثر تأثيرات السيئة على الصحة، من جهة تعب على المفاصل، من جهة انقطاع النفس الشخير، من جهة نحن عم نتعب القلب، عم نزيد الضغط، عم يصير معنا اختلاطات سكري نمط 2. ممكن قبل ما نوصل للمرحلة اللي في مجال لها العلاجات الجراحية نكون وصلنا لاختلاطات أو مضاعفات بتسيء للصحة. دكتور علاجات مثلا بالعملية كمان ممكن يعطوهم هنا الأدوية، كمان الأدوية تبع الدايت تبع التنحيف هنا للكبار بس عم يعطوهم للأطفال. نحن خلينا نحكي عن هذا الموضوع بشكل عام. معظم الأدوية التي تستخدم بالبداني عند البالغين غير مرخصة عند الأطفال. تمام. كعلاج قبل 12 سنة للأطفال، كعلاج خلينا نقول دوائي للبداني، معظم الأدوية غير مرخصة، غير مرخصة، غير مدروسة وغير آمنة. أي استخدام لها هي عبارة عن خبرة طبية بتنقاش مع الأهل. فمعظم الحالات بتعديل نظام الحياة عند الأطفال قادرين أنه نوصل لنتيجة، إلا إذا كان السبب هو بداني مرضية يجب علاج السبب المرضي. إذا ما عالجنا السبب المرضي ما رح تروح البداني. أما عند الأطفال أكيد ما رح نحط بذهننا أنه ممكن نعطي أنه قاطعات الشهية أو الأدوية اللي ممكن تعمل إسهال، لأنه نحن الطفل بيطور نمو، وبالتالي إذا أثرت أنا على وارده الحروري وخسر طاقة كمان رح يتأثر طوله بالمستقبل. من هون أهميتها أو خصوصيتها للبداني عند الأطفال. 100% دكتور، وخاصة هي ما أنا أمنة عند الكبار لتكون هي، لأنه هي بتدخل بجينات الجسم أحيانا بالتركيب الدماغي للشخص، فهي دائما انه لا يتجنبوا، يمكن مثل ما ذكرت سمر انه يعطون ادويه دايت. يعني دكتوره احيانا بنشوف اطفال سواء كانوا صبيان او بنات بطور معين بيسمنوا بالمراهقه خلينا نقول، بعدين ببلشوا بيفقدوا تدريجيا من وزنهم وبيعودوا لحالتهم طبيعي. الطبيعيه احيانا اقل تماما من حالتهم الطبيعي احيانا اقل هي يعني بنشوف كثير بنات بالمدرسه او بسن المراهقه بين صف الثامن خلينا نقول والحادي عشر للبكالوريا، والشباب نفس الشيء بصير عندهم حاله من البدانه بعدين ببلشوا ينحفوا. هاي الحالات هل تكون كانت مرضيه لحالها او هي عاديه؟ تمام. هلا نحن بفتره المراهقه او فتره البلوغ هي فتره تشكيل الجسم سواء للبنات او للصبيان او للصبيان. صحيح. وبالتالي رح يصير في عندنا ملامح قد تعطي انطباع بالبدانه، يعني عند البنات بنشوف مثلا زياده عرض الوركين، هذا امر طبيعي رح يصير بفتره تشكيل الجسم مع زياده الكتله النسيج الشحمي. هي ممكن تكون منطقه خلينا نقول وزن زائد. بالبنات بفتره المراهقه كمان عم يصير عندنا فتره تبدلات نفسيه ونظره الشخص لذاته. فاحيانا بصير عندنا رده فعل عكسيه، بصير عندنا قمه عصبي بيؤدي لفقدان وزن شديد. صحيح. هلا هي كثير نحن مثل ما حكينا، النقطة الثالثة انه بفترة المراهقة بتزداد المشاكل الغدية اللي ممكن تسبب بداني ومن ضمنها قصور الدرق. هلا بالمراقبة نحن بننفي كل هالأسباب
وبالنهاية مع زيادة الطول روتينيا أو شبة النمو بيروح تأثير الوزن الزائد أكيد. أكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لمعلوماتك القيمة. أكيد يعني شكرك دكتور على المعلومات اللي قدمتها لنا، إن شاء الله يكونوا الجميع استفادوا منها.